طيب تعالي نتكلم بقى عن الرياضه اللي انت محترفه فيها، الريشه الطايره. ينقصها ايه عشان تبقى اكثر جماهيريه وشعبيه، وينقصها ايه عشان يبقى لاعبينا ولاعباتنا في الرياضه دي بالتحديد بينافسوا في كل المحافل الدوليه والعالميه؟ ريشه الطايره طبعا زي ما احنا عارفين هي مش مشهوره في مصر زي ما هي مشهوره في شرق اسيا وفي بلاد بره. هي يمكن بره هي اللعبه الاولى، لكن في مصر هي مش معروفه خالص. انا نفسي عرفتها بالصدفه. فهي ينقصها اولا ان احنا يبقى عندنا معسكرات كتير مع لعيبه من بره، سواء ان احنا اتمرنا معاهم او جبنا يعني سافرنا لهم او جبنا ناس عندنا هنا ان احنا نحتك بيهم كويس قوي. احنا مدربين عندنا كويسين، بس طبعا برضو لما يكون في حد خبره من شرق اسيا سواء برضو جه شوي فتره او احنا رحنا اتمرنا معاه فتره، ده بيفيد جدا، لان في لسه فرق في المستوى ما بيننا وما بين اسيا. يمكن اوروبا قربنا لهم قوي، بس اسيا احنا لسه في فرق جامد. السنه كنا سافرنا معسكر في تايلاند، وده يمكن ده كان سبب برضو ان احنا جبنا مرتين ورا بعض انا وضحى هاني اول افريقيا في الزوجي، رغم ان احنا عمرنا ما كنا اخذنا اول في زوجي البنات، بس ركزنا في المعسكر ده ان احنا نتمرن زوجي، لان الزوجي مختلف تماما عن الفردي. احنا طول عمرنا بنتمرن فردي، يعني انا بتمرن في النادي بتاعي فردي وهي بتمرن فردي، لكن التكنيكس والتكتيك في الملعب كان مهم قوي ان احنا نروح نتعلمه من بره. زي اي لعبه الاحتكاك الكتير بيعلم خبره وبيحسن قوي، سواء في الداخل او في الخارج يعني. كويس جدا. في بقى اولمبياد طوكيو مفروض قادمه، استعداداتك بقى؟ اولمبياد طوكيو احنا طبعا كان المفروض ان انا اكون خلاص خلصتها من الشهر 8، بس التاجيل طبعا بس اللي التاجيل حصل. وانا كنت مقرره ان انا في شهر 8 هلعب الاولمبياد وخلاص، يعني مش ممكن ابقى العب بس كده، يعني انزل اتمرن يومين في الاسبوع او حاجه. لكن الحمد لله ربنا مقدر يعني ان هي تتاجل السنه الجايه، وان انا يبقى في سنه زياده كلاعب دولي. يعني في شهر 2/3 كان اخر حاجه كنا رحنا بطوله اول انجلند، وقفنا بعدها على مركز 35 على العالم، وده كان حاجه الحمد لله عمرها ما حصلت قبل كده. احنا كنا بنحاول ندخل جوه ال100 الاول على العالم يعني، فان احنا نوصل في 35 انا وضحى في الزوجي، وفي كمان ضحى وادهم في زوجي المختلط، فده كان انجاز بالنسبه لنا. وكنا المفروض كان ناقص لنا شهر ونص، فيهم اربع بطولات كانوا في شهر 4 ونص شهر 3، ان احنا كنا نلعب فيهم اربع بطولات ونحافظ على مستوانا في التصنيف الدولي ونتاهل لطوكيو 2021. البطولات دي وقفت، المفروض ان هي هتستكمل في نفس التوقيت في 2021، فان شاء الله احنا يعني يمكن المنتخب هيتجمع تاني من الاسبوع اللي جاي، وانا وضحى مش موقفين تمرين يعني بنتمرن مع بعض الحمد لله. فنفسنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه، ما نبقاش بس تاهيل. طبعا هو تاهيل في حد ذاته ان احنا بنبقى 16 زوجي بس متاهل من العالم كله، ففي حد ذاته ده انجاز ان احنا نتاهل، بس احنا نفسنا وبنحلم باكتر من كده يعني، يا رب ان شاء الله.